لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء. بعد الموقف الناري الذي أطلقه المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في كلمة ألقاها في جلسة العامة لجمعية العامة للأمم المتحدة عن النظام السوري والرئيس بشار الأسد، جاء الرد على لسان نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري. فماذا قال الأخير؟ لقد زرعت السياسات السعودية ثقافة سفك الدماء الطائفي في المنطقة. الجعفر اعتبر من خلال حوار مع قناة الميادين أن السعودية لا تزال تطبق أجندة غير عربية، لأن السياسة السعودية ما زالت مرهونة بالأجندة الأمريكية الغربية. وأضاف: سوريا أكبر من أن تتعامل مع موظف سعودي هنا أو هناك، سوريا كدولة عم بحكي أكبر من أن ترد على تصريح أي موظف سعودي من هنا أو هناك، في إشارة إلى تصريحات المعلمي التي هاجم فيها الرئيس السوري بشار الأسد. وذكر الجعفري بحسب CNN بالعربية أنه لا يوجد أي تواصل رسمي بين سوريا والسعودية، وقال: جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، ولكن رسمياً لا توجد أي اتصالات على الإطلاق. وبشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أوضح الجعفري: دمشق لا تقبل بأن يفرض عليها أي شرط للمشاركة باجتماعات الجامعة العربية، قائلاً: الذين يعملون على عرقلة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر هم أقلية تعمل وفق أجندات غربية، بحسب سبوتنيك. وعن علاقات سوريا مع الدول العربية، أكد الجعفري أن علاقات سوريا ممتازة مع سلطنة عمان، ولفت إلى أول زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد كانت لعمان، وتابع أن العلاقات مع الجزائر ممتازة، وذكر أن هناك 14 سفارة عربية في دمشق، وقال: من يناهضون سوريا هم الأقلية. وأضاف أن لا شك أن قطر تعرقل هذا الحضور وبعض الدول الأخرى التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أغلبية العرب مع عودة مشاركة سوريا، بحسب CNN بالعربية. يذكر أن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي دعا إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محدداً شرط عودة دمشق إلى جامعة العربية، وقال: لا تصدقوهم إن قالوا أن الحرب قد انتهت في سوريا، لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم، حسب تعبيره.